السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، وبيشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرا، استشاري الصحة النفسية. حلقة النهاردة عن ولادنا، حلقة النهاردة عن مستقبلنا اللي جاي، حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن اضطرابات بيمر بيها ولادنا في مرحلة من المراحل. أول ما نسمع اسمها تحس ان في حالة قلق كده جت في البيت، مرحلة المراهقة. هنتكلم النهاردة عن المراهق، ركز معايا جدا عشان ابنك المراهق او بنتك المراهقة هيمر معانا في الحلقة دي وفي مجموعة الحلقات اللي جاية بحاجات كتيرة قوي. هنتكلم عن المشكلات اللي بيقابلوها والاضطرابات اللي بيمروا بيها وايه هي الطريقة الصح اللي اتعامل بيها معاهم. هنتكلم النهاردة عن اول حلقة لينا في المراهقة، وهقول لك بمنتهى البساطة الكلام اللي هتسمعه هيبقى كلام جديد. أنا عايزك تربي راجل، مش عايز دلع ومش عايز طبطبة. لما يبقى عندك في البيت مراهق يبقى أنت لازم تبقى شديد وشديد قوي، ولما يبقى في البيت موجود بنت اكسر لها ضلع يطلع لها 24، وكمان ما تسمعش الكلام كتير، دلع البنات مرفوض. عايز لما نيجي نتعامل مع البنات يبقى في قسوة، في شدة. عايز لما نيجي نتعامل مع الولاد يبقى ما فيش رحمة وما فيش حنية. عايز لما يبقى في البيت مراهق يبقى مرعوب، يبقى عارف ان انت ما بتتفهمش وان الام ما بتسمعش. بس في حاجة مهمة قوي واحنا بنطبق الكلام ده، وطبعا في ضرب وفي شدة، ولو عايز تربطه اربطه، ولو عايز تعمل فيه اي حاجة اعملها، وانت طبعا كأم عايزة تزعقي وتشتمي طول النهار وتصرخي براحتك. أهم نقطة، واحنا بنعمل ده كله بعد فترة صغيرة من الزمن محدش فينا يزعل. هو احنا هنزعل؟ يعني لما تلاقي ابنك بقى كبير وما شاء الله كده جاحد عليك، ولما تلاقي ابنك كبر وبيفكر يحطك في دار مسنين، ولما تلاقي بنتك في يوم من الأيام هربت من البيت، ولما تلاقي ابنك في يوم من الأيام بيشرب مخدرات، ولما تلاقي في يوم من الأيام أحد أولادك دخل في اضطرابات نفسية ومشاكل نفسية جامدة جدا، ما تجيش تزعل. ليه تزعل؟ ده النتاج الطبيعي للي انت زرعته. هو ده النتاج الطبيعي للي احنا قلناه من شوية. عارف الناس اللي لما بتيجي تربي بتستخدم المفاهيم القديمة كأنها ثوابت؟ مبدا اكسر البنت ضلع يطلع لها 24، من امتى كان كسر الضلع بيطلع 24 ضلع؟ من امتى الكلام ده كان كلام عقل؟ يبقى تعالى نتكلم بقى كلام العقل. كلام العقل بيقول انك لما تحب تعامل ابنك او بنتك لازم تسمع الحلقه بتاعت النهارده، ولازم تفهم يعني ايه مرحله مراهقه. وهو احنا لما نقول الولد ده بيتراهق يعني دي شتيمه ولا دي مرحله؟ ولما اقول ان عندي بنت في مرحله المراهقه اعمل ايه معاها؟ يعني افوت لها؟ أسيبها يعني؟ ما قلتش كده خالص. طب أشد عليها؟ غلط جدا. أمال أعمل إيه؟ نعرف مع بعض يعني إيه مراهقة. بمنتهى البساطة لما أجي أعرف لك المراهقة هقول هي مرحلة بنسميها العبور أو الانتقال من الطفولة للرشد. مرحلة بعمل فيها عبور وانتقال من التبعية لحاجة اسمها الاستقلالية. طب نبسط الكلام بقى. يعني أنا وأنا طفل صغير كنت بقعد أقول حاضر ونعم وطيب، لأني باخد أي أوامر ومفروض مني كطفل أنفذ أوامر الكبار. ممتاز. وطبعًا لما تبقى راجل وكبير أو تبقى بنوتة آنسة كده ما شاء الله، مفروض إنك بتاخدي قراراتك بنفسك ومش كل حاجة ترجعي فيها لبابا وماما وتزهقيهم. طب ما هايل. يبقى أنا بقول إن مرحلة المراهقة دي هي اللي بمنتهى البساطة حضرتك فيها بتتنقل من طفل بياخد كل القرارات ويتقال له فيها حاضر ونعم وطيب وهو يقول فيها كده، لمرحلة تانية فيها رشد، فيها واحد بيعرف ياخد قراراته بنفسه. المرحلة اللي في النص دي هي اللي بنسميها المراهقة، بتنقل فيها من طفولتي لرجولتي. حتى ساعات بيسموها مرحلة الطفل الراجل، وبيسموها مرحلة الطفلة الآنسة، لا هي طفلة ولا هي آنسة. طيب يعني بمنتهى البساطة أحيانا تلاقيني بتصرف معاك تصرفات رجالة وتتبسط مني جدا، وأحيانا تلاقيني سبت اللي أنت بتقوله ده كله ورحت ألعب، لسه عايز أكمل طفولتي. ممكن جدا بنتك تبقى بتشيل مسؤولية، تمام، جدعة جدا، مسؤولة عن نفسها، ممتاز، وفجأة سابت ده كله وراحت تلعب.
بتميل لسه للطفولة. طبيعة المرحلة ما بين وما بين. الصعوبة عندنا واحنا جايين نتكلم عن اضطرابات المراهقة انك بتلاقي كوارث في البيوت. يعني اما جيت احضر حلقة النهاردة قلت انا هعمل حاجة مختلفة شوية. كل الناس بتطلع تقول كلام اكاديمي عن المراهقة وتبدأ تتكلم معاك عن حاجات انت المفروض تدرسها او دارسها. انا مش عايز اتكلم عن ده. انا عايز اتكلم عن ابنك اللي موجود في البيت او بنتك اللي موجودة معاك في البيت، عن مشاكل الوقت الحالي، عن لما بنروح مدارس ثانوي ومدارس الاعدادي ونشوف هناك الولاد والبنات ونسمع مشاكلهم بنلاقي ان الكلام الاكاديمي بدأ كتير منه ما يتفهمش، رغم ان المشاكل موجودة وحلولها مكتوبة في الكتب. تعال نتكلم كلام واقعي. اول حاجة لازم تعرفها انا اعرف منين ان ابني في المراهقة. هي المراهقة دي من سن كام؟ يعني انهي واحد في ولادي هو اللي في المراهقة؟ طيب نقولها بمنتهى البساطة، انت عندك المراهقة ثلاث مراحل. ثلاث مراحل، تبدأ اول مرحلة من سن كام؟ 11. طيب وهنفضل كده بقى لحد امتى؟ معانا لحد 21. دول الثلاث مراحل قسمناهم لك ثلاثة. الاولى من 11 لسن 14، ودي بنسميها المرحلة الاولى اللي هي بلوغ. بيبقى فيها مراهقة مبكرة بتبدأ تظهر فيها تغيرات واضحة جدا جسمية قدام عينيك. فجأة الطفل الصغير فجأة طول، صوت الولد اختلف، بدأ يظهر الشعر في ملامح وشه، الشنب والدقن. من هنا بتبدأ الايه؟ التغيرات الجسمية. من هنا بيبدأ ناخد بالنا ان معاها في تغيرات اجتماعية ونفسية بيبدأ يمر بيها، وهنا عندنا اختلاف في طريقة التفكير. ده الانذار الاول اللي انت بتاخده مع ابنك. نفس الفكرة في البنت مع نمو جسمها واكتماله وشعورها بانها بدأت تتحول من طفلة الى آنسة، وبالتالي التغيرات الجسمية اللي بتحصل لها بتنبهني ان بدأ كمان يحصل تغيرات كبيرة قوي في طريقة تفكيرها واستيعابها للامور. هدي مثال صغير. لما ابنك او بنتك النهاردة وهو طفل صغير بيتفرج على فيلم او مشهد عاطفي، مش هيبقى فاهم حاجة منه، شايف المشهد بصورة مختلفة بصورة الطفل عقل الصغير. لكن اللي دخل معايا في المرحلة دي من 11 سنة ولحد ما نخلص مراحل المراهقة، هتلاقي فهمه وإدراكه واستيعابه للمشاهد اللي بيشوفها اختلفت تماما. بقى عنده أبعاد مختلفة غير الطفل اللي قاعد بيتفرج. ولذلك بقول إن هنا التفكير النفسي أو الملامح بتاعة المرحلة النفسية والتغيرات والمشاعر والأفكار اختلفت تماما. طيب قلنا هنا من 11 ل 14 دي مرحلة المراهقة الأولى. المراهقة الثانية اللي هي المتوسطة بتبقى من 14 ل 18، بيبقى فيها صميم مرحلة المراهقة اللي هنشرحها. طيب ومن 18 إلى 21 دي بتبقى المرحلة اللي بنسميها مراهقة متأخرة، اللي بيبقى فيها اكتمال نمو الشخصية وفيها بعض ملامح موجودة معايا من المراهقة السابقة ليها. كده حددنا مع بعض الثلاث مراحل اللي هيمر بيها ابنك لحد شخصيته ما تتكون. جميل، يعني انت عايز تقول ان المرحلة دي مهمة جدا عشان بيتكون فيها شخصية ابني او بنتي؟ طبعا. تخيل انت بقى ان بعد المرحلة اللي احنا هنتكلم عنها دي انت المسؤول الاول عن شخصية ابنك، او حضرتك المسؤولة الاولى عن شخصية ابنك او بنتك بافعالكم اللي انتوا هتعملوها معاهم وازاي الشخصية هتتكون. ممتاز. بنقول في المرحلة الاولانية بيبقى عندنا معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. ام عمر اتفضلي يا فندم. ام يوسف السلام عليكم. ام يوسف السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، نكمل. طيب بنقول في المرحلة الاولانية بيبقى معانا حاجة اسمها المرحلة الذهبية. ايه المرحلة الذهبية دي؟ هي المرحلة اللي بيبدأ فيها الطفل يشوف الاتجاهات والقيم والمعتقدات ويبدأ يكونها. المرحلة اللي بتبقى مهمة جدا. عارف دي من سن كام؟ من سن 9 سنوات لحد 12 سنة. المرحلة دي بتبقى فيها قمة تكوين القيم والاتجاهات بتاعت حياته اللي جاية. وبالمناسبة المرحلة اللي قبلها على طول اللي هي من سن 6 سنين لتمن سنين دي بيبقى فيها جزء مهم جدا اللي هي تكوين الضمير عند الطفل. يعني من سن 6 لـ 8 تكون ضميره، ومن 9 سنوات لحد 12 سنة بنبدأ نحط القيم والاتجاهات اللي انت عايز ابنك يعيش بيها. عارف القيم الجميلة والمبادئ الطيبة، الحاجات اللي بنقول فيها خلاص كونت الضمير وكونت القيم، ما تقلقش على ابنك أبدا. يبقى لازم نركز في أعمار ولادنا،
مش الموضوع المدرسة وسنة كام السنة دي والمجموع عامل ايه، مش بيلعب رياضة فين وبس، مش ده المهم. المهم انا عايزه رياضي وعايزه بيذاكر وعايزه من الاوائل، بس اللي انا بتكلم عنه شخصيته اللي هيعيش بيها وسط الناس. اللي لما يبقى راجل مهندس كبير ولا دكتور ناجح ما يبقاش بيغش الناس عشان ما عندوش قيم واتجاهات، ما يبقاش راجل في مركز مرموق ومرتشي. اذا القيم والاتجاهات اللي بنقول عليها دي هي المرحلة الذهبية ليه. طيب انا اهتميت بيه وبدأت اعمل قيم واتجاهات كويسة جدا، ودخلت بابني الى مرحلة تسمى مرحلة المراهقة. دخلنا بقى في المرحلة الكبيرة اللي حضرتك بتتكلم عنها، ولقينا في المرحلة دي مشاكل جامدة جدا بدأت تقابلنا. النهاردة هقول لك بمنتهى البساطة، انا عامل حسابي اعمل لك مجموعة انذارات من خلالها هتلم كل اللي محتاجه ابنك في مرحلة المراهقة. عارف جرس الانذار لما بيضرب كده؟ هعمل لك جرس انذار وانت بتربي ابنك، وكل ما اقول لك على حاجة انت بتعملها ودي غلط هندي انذار. تمام؟ نبدأ بأول انذار. اول انذار معايا بقول اوعى في يوم من الايام توجه ابنك المراهق بشكل مباشر. اوعى توجهه بشكل مباشر. يعني ايه بشكل مباشر؟ يعني اوعى انك تدي اوردر مباشر لابنك. السلام عليكم، معنا اتصال. أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك. بعد اذن حضرتك، انا ليا بنتي عندها داخله 16 سنة، ولله الحمد يعني ما شاء الله هي ملتزمة الحمد لله. ما شاء الله. ولكن بفضل الله والحمد لله ربنا منن عليها بفضل الله حفظ كتاب الله الحمد لله من وهي صغيرة، يعني وانا مهتمة بالموضوع ده. ونفسي يعني حياتي كلها ورجائي في الله انها تطلع انسانة من الصالحات ان شاء الله. ان شاء الله. انا بحاول اغزها فيها بس انا عصبية. تمام. صدرت لها من جزء العصبية بتاعتي دي، صدرت لها جزء منه. تمام. فحضرتك طبعا بسبب انا مريت بضغوط وكده ووفاة والدها رحمة الله عليه بقاله 7 سنين، وكانت متعلقة بي جدا، وكان لها اخوات من الاب متعلقة بيهم، نتيجة خلاف على الميراث الحاجات دي كلها. بنتي مرض بظروف نفسية لا يعلم بها مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا تعبت جدا جدا عشان يعني أحاول أقومها وأخليها إنسانة سوية. فهي الظروف دي أثرت عليها، كانت ما شاء الله كانت من المتفوقين، وكانت مدرسة خاصة وكانت متميزة فيها بفضل الله. هو انت بتقولي، معلش بعد اذنك، انت بتقولي لي كانت من المتفوقين، يعني ده اختلف خلاص، ده اتغير دلوقتي؟ اتغير من سن في الاعدادي حضرتك، بعد وفاة والدها بقى ومرينا بمراحل مشاكل ما بينه وبين اخواتها وقطيعة وحاجات من دي واهلها كلهم، ففي داعم ليها غيري انا. طيب استاذنك كده، لو قلت لك رتبي لي المشاكل اللي عندها تبقى ايه؟ يعني احنا قلنا دلوقتي مشكلة في الدراسة. حضرتك اول مشكلة التليفون. تمام. طبعا انا يعني التليفون ده بتحب تمسكه كتير جدا، كان في نت وكلام من ده انا لغيته طبعا، بتقعد شباكه وحاجات من دي لما بتحكي اخي. فهي ايه المهم يعني كان ده سبب رئيسي للخلافات اللي بينه وبينها. تاني حاجه الصوت العالي، تالت حاجه الكسل، كسل رهيب يا دكتور، تقوم من النوم. طبعا هي بتشتكي صداع في الغالب كتير، وانا رحت اكتشفت عليها كتير فما وصلتش لحاجه، جيوب انفيه شويه مش عارف ايه هي، مش عارفه. يعني عندها شكاوى جسميه كتير؟ نعم. تقصدي عندها شكاوى جسميه كتير؟ الحته اللي كسوله جدا حضرتك، الموضوع ده يعني من الاعدادي وجاي، ساعه ما بدات ان المستوى هينزل وهي بدات تعيش الموضوع دوت نفسيا. تمام. كانت حسيت انها دخلت في مرحله اكتئاب. طبعا انا كنت طبعا بضغط عليها من شغل بالي ان دوت بيجيب نتيجه عكسيه، انها خدي بالك من مستقبلك، ذاكري مش عارف ايه، مش عايزين حد يشمت فينا، عايزاك تتفوقي، عايزاك تكوني احسن من اي حد في الدنيا ديت، كلام من ده. طبعا الموضوع بقى يجيب نتيجه عكسيه معاها. تمام. لقيت مستواها بدا طبعا حولنا من المدرسه الخاصه لمدرسه حكوميه نظرا لظروفنا، ان احنا حقنا اتاخد طبعا حضرتك بعد وفاه والدها. ف انت قريبه منها حاليا في الفتره دي؟ قريبه منها الحمد لله، قريبه منها الحمد لله رب العالمين. كل حاجه بتشتهيها لي بفضل الله، كل تقرير يومي لو راحت درس راحت مدرسه بفضل الله بتيجي تحكي لي، انا معوداها. وبدات اصلح الحمد لله من نفسي واحاول احتويها الحمد لله على قد ما اقدر، يعني لله الحمد. ولكن يعني بفضل الله بدات حاسه بفضل الله، كانت لابسه الحجاب والنقاب قبل كده وقلعتها في الاولى اعدادي او ثاني اعدادي، ورجعت بفضل الله بصيته على اقتناع لوحدها. لحظه واحده، هي كانت لابسه الحجاب والنقاب قبل اولى اعدادي، سن كام سنه؟
كانت في حضرتك من رابعة وجاي، من رابعة ابتدائي. من رابعة ابتدائي بفضل الله بقينا، انا حبيت بقيت حبيبها دي، بس ما ضغطتش عليها انها تلبسه. خلعته امتى؟ ما قلعتوش، قلعت النقاب فقط، لبسته برضه على الرغبة، قالت لي يعني وهي في سنة تانية اعدادي، قلعته هي لبسته لمدة 18 يوم حضرتك تمام وقلعته. تمام طيب انقطع الاتصال. طيب معنا استاذ محمد، السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، معلش يا جماعه حاولوا تتواصلوا معنا، هي المكالمات كتير فما بنعرفش نستقبل كل المكالمات في وقت واحد، تواصل معنا مره تانيه. وبالنسبه لأمة الله انا هجاوب على سؤالك، بس خليكي معانا في حلقتنا، وفي اخر نهايه الحلقه بجاوب على كل الاسئله ان شاء الله. طيب انا كنت بتكلم على اول انذار، التوجيه المباشر لطفل مراهق، يعني اوامر. واحنا عندنا مرحله المراهقه دي اول حاجه عايزك تعرفها عن ابنك انه بيرفض تماما حاجه اسمها اوامر، ما بيحبش السلطه. ليه ما بيحبهاش؟ لان واحد بيتنقل من طفولته يحس ان هو راجل، فالراجل ما بيحبش ياخد اوامر من حد. البنوتة عشان تشعر ان هي فعلا كبرت ومستقلة مش عايزة حد يديها اوامر. طب لما انا احب اقول لها حاجة اعمل ايه؟ ما توجههاش بشكل مباشر، خلي كلامك بتوجيه غير مباشر، يعني دايما خلي دايما كلمة انا احب ان احنا نعمل كذا، انا افضل ان احنا نعمل كذا، طب ايه رأيك في موضوع الفلاني، ايه رأيك لو تعمل كذا، كأنك بتستشيره وبتاخد رأيه. فهنا انت اديته احساس مباشر بان هو حد ايه؟ كبير، حد له قيمة، رأيه بقى مهم. فمن هنا اللي انت بتقوله ما بقاش امر مرفوض، لا، الاتجاه او دايما بنسميها الاوامر المباشره اللي انت بتدهاني كاب او كام ممكن تخليني رافضها من غير ما اعرف هي ايه. واحيانا كتير لو واحد صاحبي قالها لي اوافق عليها، ومن هنا تبقى مستغرب، يعني تقول لابنك قوم صلي، لا مش هصلي، حاضر، ويقول لك حاضر وما يصليش. تخيل يجي واحد صاحبي يقول ايه يلا بينا نصلي، يقوم رايح على طول ويصلي، ويصلي في المسجد. طب ايه اللي حصل؟ ايه الفرق؟ لان هو عارف ان صاحبه هنا مش بيديله امر، صاحبه هنا بيخيره، تمام؟ انما الاب بيديله اوامر، فهو مش رافض الصلاه كصلاه، هو الفكره هنا رافضه لمين؟ للامر المباشر اللي الاب بيدهوني. يبقى دايما هنعمل حاجه اسمها انذار. الانذار الاول اوعى توجه لابنك اوامر مباشره، هتلاقيها مرفوضه. معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم. ام رحمه. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. لو سمحت كنت عايزه استفسر عن انقطع الاتصال. طيب سامحينا وحاولي تتواصلي معانا مرة تانية. طيب ناخد مع بعض الانذار التاني، اوعى تعامل ابنك المراهق كطفل. يعني انا عارف ان كتير من الاباء والامهات عندهم مشكلة، ليه؟ هو داخل من طفولة فهو متعود على انه دايما بيتكلم مع ابنه او بنته بلغة الطفولة، وبلغة انه صغير، وبلغة انه مش فاهم اي حاجة لسه وبياخد اوامر. فجأة هو كبر، وانا قلت لك الاعمار عشان تبدا تركز فيها وتعرف امتى ابنك بدا يكبر. المشكله هنا ان العلماء قالوا انك لما بتعامل ابنك وهو في مرحله المراهقه على انه لسه ما زال طفل هتدخله في اضطرابات. عندنا مثلا العالم اريكسون قال ان الابن اللي بيعامل ما زال كطفل في مرحله المراهقه بيدخل في ازمه اسمها ازمه الهويه. يعني ايه ازمه الهويه دي؟ كبيره جدا، لا يشعر بنفسه، يعني مازال مش فاهم هو راجل ولا هو طفل. واحيانا كتير بيشعر انه يعني ان الولد او كده انه مش ذكر اصلا، انه لسه بياخد علامات الانوثه لما يلاقي ان التدليل ده للبنات وهو المفروض انه يكون التعامل معاه كراجل واثقين فيه، ولكن الاسره بتعاملني كبنت. هو انا بنت؟ يبدا يسال نفسه هل فعلا انا جوايا بنت؟ ومن هنا تلاقي فيه فقدان للهويه بتاعته لما يكون في دلع زياده وتدليل زياده، وبعض الملابس اللي بيبقى لابسينها البنات ونلبسها للولاد ونقعد نضحك ونهزر على ان ده حاجه عاديه. لا، هو مش حاجه عاديه، انت هنا بتعمل له مشكله وازمه نفسيه وانت مش حاسس. طبعا يعني ازمه فقدان الهويه دي عندنا من دلوقتي وفي العصر الحالي ازمه اكبر. احنا بنشوف، وطبعا سامحوني انا مضطر اقولها صراحه، احنا بنشوف كتير جدا من اللي بيتراودوا على العيادات النفسيه اللي يقول لك انا ذكر وشايف نفسي انثى، او انا انثى وعايز ابقى ذكر، تمام؟ ده فقدان للهويه ايه؟ الجنسيه بتاعته، تمام؟ نفس المشكله اللي احنا بنقولها دي لما شفنا في احد الحفلات مجموعه من الولاد رافعين رايه عشان عايزين يغيروا الجنس بتاعهم. ارجع للمراهقه بتاعتهم وشوف تربيتهم وشوف طرق التعامل معاهم، هتلاقي هنا المشكله النفسيه كانت ظاهره. مجموعه من المرضى، مش هقول عليها حاجه غير كده، مرضى يحتاجوا للعلاج،
بس عندنا سبب رئيسي بيحطك في المرض ده. لو سمحت ما تتهاونش بالإنذارات اللي بتجيلك، لأن الإنذار ده بيحمي ابنك أو بنتك من كارثة هو رايح ليها. تمام؟ يبقى حطينا الإنذار التاني، إنك اوعى تعامل ابنك كطفل لما يدخل في مرحلة المراهقة. بلاش دايما يكون حاسس إنه لسه ضئيل، لسه صغير، إن أسرتي مش شايفاني بشكل كويس، العالم بره كله شايفني كبير إلا هم. الإنذار التالت. معانا اتصال. أم رحمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. اسمعيني من التليفون لو سمحتي، انا معاكي. عايزه استفسر، انا بنتي عندها 7 سنين في سنه اولى، فكانت راحت سوبر ماركت كان في طفل اتحرك بيها يعني، بس حاجه بسيطه يعني، بس هي جت وقالت لي وانا كافئت. تمام، انقطع الاتصال. سامحينا ام رحمه، حاولت اتصلي تاني. وعموما انا يعني السؤال بتاعك لو ما اتصلتيش هجاوبك عليه. تحرش بطفل سنه 7 سنوات. تمام. طيب الانذار التالت بيقول اوعى تقارن ابنك بحد، اوعى تقارنه بالاخرين، اوعى تقارنه بقرايبه. طول الوقت تقول ذاكر، ده انت ابن خالك شاطر عنك، ذاكر ده اخوك الاكبر منك كان ممتاز، انت مالك عامل كده ليه؟ ذاكر يا بنتي، ده انت مش شايفه بنت عمتك طالعه الاول على الفصل وانت لسه مستواك صغير. تفضل طول الوقت عامل له مقارنه بالاخرين، مقارنه باختها، مقارنه باخوه، مقارنه بابن عمه، مقارنه بجارنا اللي تحت، مقارنه المقارنات دي كفيله تجيب له عقده نفسيه، مش هي اللي هتخلي عنده حافز، مش هي اللي هتقويه. الانذار اللي بقوله دلوقتي، لان كتير منا بيفتكر ان انا بحفزه بالطريقه دي، انه لما يلاقي واحد تاني بيذاكر هيذاكر، انه لما يلاقي واحد افضل منه هيبقى هو كمان كويس، اما يشوف واحد مؤدب هيبقى هو كمان مؤدب زيه. غلط. قارنيني بي انا عشان انا احب نفسي، ما تقارنينيش بحد تاني عشان ما اكرهش التانيين. ما هو انا النهارده لما تقولي لي فلان بيذاكر ويطلع من الاوائل، اقول انا جوايا يا رب يسقط، عشان لما يسقط تعرفوا ان انا احسن منه، بدل ما انت حاطه لي حد بيعجزني. كل ما اجي اذاكر انا ليا قدرات وهو ليه قدرات، انا موهوب في حاجه هو ممكن يكون مش موهوب فيها. لازم اقول مقارنتي بي انا، يعني لما اجي اقول لابني ذاكر اقول له ايه، انت مستواك اعلى من كده ما شاء الله عليك، انا شايف فيك حاجات انت مش شايفها في نفسك ليه، ده انت طول عمرك من الاوائل، طول عمرك من الناس الكويسه جدا، ليه بقيت دلوقتي اقل شويه؟ بص انا عارف ان ممكن يكون في حاجات جواك انت مش عارف تعبر عنها، طب خلينا ساعدك، طيب تعالى نجرب مع بعض حاجه جديده في طرق المذاكره، طب تعالى نعمل كذا. نفس الفكره في اي حاجه تانية، في المذاكره، في الصلاه، في اللعب، في التمارين، في الرياضه. وما تحسوش ان عندك في الحياه حاجه واحده مهمه وكل حاجه في الدنيا بعدها مش مهمه. طول ما احنا في الشتاء يبقى ما فيش غير ذاكر، تمام، واما تيجي بقى الصيف اهم حاجه عندك بلاش تلفزيون كتير وممنوع اللعب بره. ايه ده، كان انا مش مطلوب مني غير ان اكون قاعد على جنب وساكت، وقت المذاكره اطلع من الاوائل بس، ده دوري في الحياه، انتوا كاسره مش عايزين مني كده. الطريقه دي لو وصلت لابنك وحسها عمره ما هيسمع ليك كلمه، وما تستغربش بعدها هو ليه عنيد، ما تقولش بعدها كل ما اقول له كلمه ما بيسمعش الكلام، ما تستغربش هو طالع كده، هو الولد ده مش متربي ولا ايه؟ خد بالك انت اللي كنت بتربي، هو ما كانش عايش في بيت تاني وجالك، هو ما كانش عايش بره وانت لسه مستورده، انت النهارده بتجني ثمار اللي حضرتك بتعمله بالظبط. تمام. طيب نكمل معانا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت والله حضرتك، انا عندي ابني عنده حوالي 18 سنه. ماشي تمام ما شاء الله. بقول له طيب معلش احنا عندنا عطل فني يا جماعه سامحونا، يعني احنا بنقول ان عشان الاتصالات كتير وكلها جايه على خطين بس، وطبعا يعني انا بشكر كل الناس اللي بتتصل وعلى راسي من فوق. دايما بيبقى في ضغوط جامده قوي على التليفون في التوقيت بتاعنا، نحاول الاتصال مره ثانيه وانا في انتظارك. تمام. طيب بنقول بقى عندنا الانذار الرابع، وانا دايما برقمهم معاكوا عشان ما انتهش. اوعى تستخدم العنف اللي انا بدات بيه الحلقه النهارده، وكنت بقوله على اني بسخر من الطريقه دي، العنف اللفظي او العنف اليدوي، الناس اللي عندها دايما الاسلحه جاهزه في البيت. تمام. اللي بيضرب بعنف، اللي بيضرب بادوات، الام اللي مستعمله شايفه ابنها مهما حصل ومهما مر ما يكبرش على امه ويتضرب، ده مش صح. الام اللي على طول عندها الفاظ وعندها صوت عالي جدا وبتتعصب بسرعه جدا، فبتلاقي على طول رد الفعل وحش. بلاش نستخدم العنف مع اولادنا، العنف اللفظي او العنف بالضرب الجسدي، الاتنين دول بيودوني لاتجاه مباشر اللي هو ايه، كراهيه.
كان عندنا في قوانين التربية اللي كنا قلناها في حلقات سابقة إن الطفل من سن 14 ل 21، سوري، من سن 7 لسن 14 اللي هي تاني 7 في العمر، ما ينفعش إن أنا أستعمل معاه الطريقة دي. ومن 14 ل 21 ما ينفعش أبدا أبدا أستعمل معاه العنف. ليه؟ لأنه بيشعر إنه كبر، فلما تستخدم معايا العنف يبقى أنت شايفني مش كبير، طب خد بالك إن أنا كمان عندي تغيرات جسمية. طيب قدامي حاجة من اتنين، يا إما دافع عن نفسي وبالتالي يبدأ يدخل مع الأب والأم للأسف في إنه يمسكهم ويستخدم قوته ضدهم، وده شيء مرفوض تماما. طب أنت ليه تدخلني في زاوية غلط؟ أو هتلاقي الطفل في المرحلة دي بيبدأ ما يردش لأنه متربي في مرحلة قبلها بشكل كويس، ولكن جواه كمية مشاعر حقد ومشاعر كراهية، ويشعر بأن هم بيهنوه، فبالتبعية رافض الأب والأم تماما من حياته، وده برضو شيء إحنا رافضينه أكتر. يعني أنا مش عايز الأب والأم يكونوا رمز كراهية عند الطفل أو حتى في أفكاره الداخلية اللي ما بيعبرش عنها. خد بالك إن اللي بينحرف ما بيروحش عشان حابب الانحراف. الطفل اللي بيعمل حاجة غلط ما بيجريش على الغلط عشان هو حبه، هو الفكرة كلها ما لقاش اللي يستوعبه. فإحنا عايزين نبدأ نستوعب صح، بلاش نستخدم العنف، لأن دايما الأب والأم اللي بيستخدم العنف يقول لك ما هو الولد ما بيسمعش الكلام على طول، قال بنتي بص كتير كذا مرة كلمها ما بتستوعبش، فلازم أقوم لها بقى. لا ثواني بس قبل ما تقومي، انت قايمة تعملي ايه؟ انت عارفة لما انت تقومي ده معناه ايه؟ ان انت قللت الحيلة، انا اسف يعني قللت الحيلة، يعني ما عندكيش معلومات، ما عندكيش حاجة تعرفي تربي بيها، ما عندكيش قواعد للتربية، او ما عندكيش وسائل للتربية. انت عندك حاجة واحدة، اقول الاوردر، يا اما اقول الامر يعني يا يتسمع يا اما هقوم استخدم الضرب، كأني ما عنديش حاجة تاني. شخص بيبين ان عنده معلومات قليلة، لا خلي عندك وسائل اكتر، عندنا 20-30 ألف طريقه للتعامل. النهارده انت مش فاهمني، طب هخليه، طب تعالى نتكلم مع بعض بحب، طب عندي 50 وسيله، لو بتتكلم في مذاكره ليها برنامجها، لو بتتكلم في الصلاه له طريقته، لو بتتكلم معايا في طرق التعامل وان اكون مؤدب ازاي وهادي ازاي وتعمل في الجو حلو في البيت، ليه قواعده. لكن ما فيش حاجه كانت القواعد بتاعتها اضربه يتظبط، يعني انا ما شفتش فكره اضربه يتظبط. يعني انت عايز تقصد من كلامك خوفه؟ طب انا معاك هنخوفه، طب وانا بخوفه مستني يطلع ابني شجاع؟ ما انت ربيته على الخوف اهو، مش بيخاف منك عشان كده بينفذ كلامك؟ يعني هو عايش بمبدا الخوف، خاف ينفذ، بعد كده يطلع ايه في المستقبل؟ مش هقول انا بقى. طيب انذار، اوعى تغالي في رد الفعل. يعني المغالاه في رد الفعل، النهارده ابنك عمل غلطه او بنتك عملت غلطه، فيستدعي الغلطة دي نوع من الإنذار، إنك تنبهه عليها. حضرتك ما عندكش فكرة الإنذار فقمت على طول قررت وطلع من لسانك إن أنا هعاقب، ماشي في عقاب حصل، بس مقدار العقاب مناسب للعمل اللي أنا عملته ولا لأ؟ يعني جاب درجة بسيطة في الامتحانات، جي عليه فترة في الامتحان أو مادة ما ذاكرش فيها كويس، فكانت النتيجة إن الدرجة بتاعته وحشة، كلمة درجة وحشة دي قمت أنت قايل حرمان من المصروف طول الشهر ومالوش ولا فسحة ولا خروج طول الشهر، ومفيش فسح ومفيش خروج. طيب احنا عايزينه كده كده، المفروض الطبيعي ان انا احسن اللي هو عمله، يعني انا عايزه يبدا يذاكر ويبقى موده كويس ويستوعب ويفهم عشان يخش الامتحان بعد كده يجيب لي درجه اعلى، صح كده؟ طب ازاي هو هيجيب درجه عاليه وحضرتك قاعد حاطط لي 30 يوم عقاب، كل يوم بتجدد له العقاب تاني؟ طب انا طالب ان موده يبقى كويس ازاي؟ يعني طبيعي لو هو حساس وبيفهم كده هتلاقي ايه؟ موده قافل، وهتلاقي يوم عن يوم المفروض انه بدل ما انتباهه وادراكه والتفكير والتركيز والذاكره كلها منصب على المذاكره، انت خليته منصب على ان كل يوم بيتعاقب عشان مفيش مصروف وعشان مفيش نزول عشان مفيش كذا، وسحبت الموبايلات وقفلت الدنيا وعملت كل الاجراءات اللازمه، حد بقى بياخد رد فعل بقى، حدث جلل. مش دي الطريقه اللي انا هصلح بيها. ما تنساش انك في وقت من الاوقات محتاج انه يحبك، الحب هو اللي هيغيره مش العنف هو اللي هيغيره، والله ما بيغير، اللي عنفه كتير والعيادات مليانة أكتر. نكمل. إنذار، تناقض في رد الفعل، اوعى تكون شخص متناقض، والتناقض ده بابه واسع قوي. اوعى تكون بتشرب سجاير وتقول لابنك اوعى تشرب سجاير، غلط. طب ده كلام أصدقك إزاي أنا؟ أوعى تكون بتعمل الغلط قدامه وابنك شايف الغلط وسامع الغلط، وفي نفس الوقت تقول له أوعى تعمل كده يا ابني، ده اسمه تناقض،
ناخد معانا ام يوسف الاول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك. تسلمي والله. الله يكرمك. اتفضلي يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور. السلام عليكم. اتفضلي انا معاكي سامعك. كنت عايز اسال بس حضرتك بالنسبه للاطفال في سن 9 سنين كده وطالع، في فترة كده لما يكون طالب مثلا مش موجود مثلا يتفرج على ماتش في مكان خارج البيت وكده، وانا ارفض حاجة زي كده. ثاني حاجة، لا لا ثواني بس، اول حاجة بتقولي هو خارج البيت وايه؟ عايز يتفرج على ماتش يعني خارج المنزل، يعني عايز يتفرج على كوفي مثلا الماتش ما بيطلعش على تلفزيون وعايز يتفرج عليه خارج المنزل. تمام. بالنسبة للنقطة الثانية، هو مش شجاع أو مش جريء أو ما عندوش الطلاقة اللي ممكن يتكلم بيها. عرفتي منين إن هو مش شجاع؟ يعني قيمتيه إزاي؟ دايما بيبقى خايف لو عمل حاجة، خايف إن أنا أعرف أزعل أو أعاقبه. وهو لو عرف بغلط وكده وانا رديت له غلط مثلا ده غلط وما ينفعش تعمل تاني، فبيقر بيه وبيعترف بيه يقول لي انا غلط وكده، بس ممكن بعد فتره زمنيه قريبه يتكرر الغلط ده تاني. تمام. طيب ايه كمان؟ بصراحه عايزه اتعامل معاه، يعني عايزه اربيه، عايزه يبقى شخصيته قويه، اربيه على رجوله، يعني ما يكون في مثلا مجموعه رجال او شيوخ هو بيتعامل معاهم في دار تحفيظ ولا حاجه، ما يبقاش عنده الجرأة ان هو يتكلم من نفسه، لازم اقول له روح كلم قول السلام عليكم، ايه تعمل كده انت يا راجل؟ فمش عارفه انا كده صح ولا غلط، يعني كده انا ببدأ معاه من النص ولا انا المفروض ابدأ معاه متأخر شويه ولا؟ طيب ان شاء الله ما فيش تأخير. يا رب يبارك. اعزك الله، تابعي معايا وانا هجاوبك حالا. جزاك الله خير. الله يبارك في عمرك يا رب. تسلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. طيب انا بقول اوعى تغالي في رد الفعل واوعى تكون متناقض في رد فعلك. لما جيت اتكلم على رد الفعل، الفكره كلها في التناقض هنا، مش انك متناقض بس في افعالك انت وانت بتدي الاوامر، لا لا، التناقض فيه جزء كبير قوي مهم، التناقض بينك وبين الوالده، يعني اب بيقول حاجه والام بتقول عكسها. بمعنى النهارده الاقي الاب بيقول الولد لازم يذاكر النهارده طول اليوم وياخد الاجازه بكره، الام قالت طب خلاص خلاص مش مشكله يا ابني، بابا مشي وراح الشغل، العب النهارده وبكره ابقى ذاكر. ما ينفعش. وطبعا على هذا القبيل كل حاجه في الدنيا، ان حد يقول حاجه والتاني يقول عكسها، في الحاله دي انت بتخلق لي طفل هيختار واحد فيكم يمشي عليه، وطبعا مش عشان هو صح، لا طبعا هو بيختار اهواءه الذاتيه، يعني هو هنا بيختار اللي يريحه، اللي يمشي مع دماغه، وبالتالي هو ما عندوش ثوابت في الصح والغلط، لان ما فيش حاجه اسمها صح وغلط، ما هو بابا صح وقال حاجه وماما صح وقالت عكسها، فالاتنين عكس بعض والمفروض انهم صح، يبقى انا اختار اللي يعجبني، فما بقاش عنده ثوابت. ده كده عشان ايه؟ عشان في تناقض بيجي للطفل في الحاجتين اللي هو بيسمعه. عندنا انذارات كتيرة جدا جدا جدا، والحلقة الجاية بتاعت الاربع الجاي ان شاء الله هتحتوي مجموعة كبيرة قوي من الانذارات اللي هي دايما بتبقى افعال خطأ موجودة في البيوت وكتير من الناس بتقع فيها، لكن هستأذنكم عشان وقت برنامجنا اجاوب على الاسئلة اللي جات لي. كان معانا سؤال امة الله عندها بنتها 16 سنة، ربنا يبارك لها فيها يا رب. الام عصبية وبالتالي نقلت العصبية لبنتها، توفى الاب والبنت في سن 9 سنوات، ومن هنا بدأ يحصل تغير في شخصية البنت. الأم وجدت أن التغير ده مرتبط بمشاكل كتير ترتبت على وفاة الوالد، طيب وخلافات كتير مع إخواتها، وبالتالي بدأت يحصل حاجات في البنت الأم مش راضية عنها، زي الموبايل طول الوقت مسكاه، شكاوى جسمية كتير، حالة من الكسل. طب إيه الحل إيه؟ أولا هو في نقطة مهمة جدا حضرتك ما خدتيش بالك منها، أنت ربطتي أن وفاة الوالد هي سبب التغيرات. طب ما احنا نفس الكلام لسه قايلينه، في سن 9 سنوات بالظبط اللي توفى فيها الوالد كانت دي المرحلة الذهبية اللي شرحتها لسيادتك من شوية وقلت لك بيتكون فيها مبادئ واتجاهات وقيم. تمام؟ يعني في أهم مرحلة في العمر البنت مرت بأزمة. طيب مع مرورها بالأزمة دخلت مباشرة على المراهقة اللي فيها تغيرات في طريقة التفكير وتغيرات في الإيه؟ في التعاملات الفكرية والنفسية. هنا المشكلة إنها بدل ما تروح لعالم من الاجتماعيات، وده هنشرحه في الحلقات اللي جاية، ازاي دور الاخر مهم في حياتها، بقت عندها بتفقد الاساسيين اللي هي الاخوات والرمز الاب واللي هو بتاخد منه اشياء كتير في القدوه. البنت بتمر بازمه في مرحله المراهقه، الازمه اللي احنا بنتكلم عنها دي عشان تتفاداها، الموبايل على طول والنت اللي حضرتك بتفصليه وهي بتعمل باقه، فكره لعبه القط والفار دي مرفوضه تماما،
مطلوب من حضرتك تعملي مناقشه عقليه وتفهمي منها، ان كان النت ايجابي اسمح لها بيه، وان كان بيبقى نوع من الترفيه يبقى ليه وقت مقنن، ان كان بيستخدم استخدام سلبي تفهمي معاها بان ده ما ينفعش، سواء بقى مش بفصل النت، طب ممكن تجيبه من بره، انما فعليا هي وهي بتراقب روحها ما ترضاش على نفسها تكون في المستوى ده. ده بالنسبه للموبايل. طبعا للشكاوى الجسميه، لو كانت الشكاوى الجسميه كتيره، قولون عصبي وتنميل وصداع والحاجات اللي احنا بنقولها في الحلقات، فممكن نرجع لعضوي. لو لقيتي الشكاوى دي عضويا كل الاعضاء سليمه وهي بتشتكي منها، يبقى عندها ازمه اسمها سايكوسوماتيك او اعراض نفس جسميه يلزمها النهارده تروح لدكتور نفسي. الكسل وحاله الوهن ده بيكون عند المراهقين في حاله واحده بس، لما يكون عنده غياب هدف. انا ما عنديش هدف اقومله، والدليل حضرتك بمنتهى البساطة لو هي نفسها تروح رحلة، وحضرتك الرحلة دي هيبقى معادها 5 صباحا، وهي سهرانة للساعة 1-2 بتجهز في حاجتها ونامت 3 ساعات، وهتليها قايمة في كامل نشاطها. ليه؟ عشان في حافز، أنا عايز أروح الرحلة. قبل المنبه ما يضرب هتلاقيني واقفة قدامك وبطفل المنبه وجاهزة جري عشان ألحق الأوتوبيس بتاع الرحلة. لكن أنا النهاردة لو الحاجة اللي أنا هقوم لها مش حاببها، مش عندي هدف ليها، هقوم ليه؟ وحتى لو ضروري اقوم عشان مدرسه ولا غياب ولا اي حاجه في الدنيا هقوم، بس قايم بكسل فظيع وبمشي ببطء، وكل خطوه بتتعمل كانه فوق كتافي حمل. لازم نرجع تاني ونشوف تكوين الهدف عندها. عجبني قوي انك بتقولي انها بتحكي لك كل حاجه، لكن خلي بالك هي برضو بشر جواها تغيرات كتير ممكن تكون مش عارفه تعبر عنها، مش مجرد انها بتنقل لك الاحداث اللي بره وحكيتها لك يبقى هي كده تمام واقرب واحده ليكي، مش ده المطلوب. طيب نخش على سؤال ام يوسف. عندها ابنها 9 سنين بيشوف مباراة ليه طلبات وهي مش عارفة تمشي معاه ازاي. طيب 9 سنين يعني عندنا بيقولك عايز اشوف مباراة خارج المنزل. طيب انا بس كان سؤالي، انت قلقانة عليه يشوف المباراة خارج المنزل على الموبايل او عند اصحابه؟ هي الفكرة ان انت لو قلقانة من اللي هيشوفه، هو لو هيعمل حاجة غلط مش هيقولك. يعني ايه؟ يعني فكرة ان انت تحجميه مش ده الصح. انا بتكلم دايما انك مش مراقبتك لابنك، ودي هتاخديها في الانذار بتاع الحلقه الجايه ان شاء الله على طول، في مجموعه انذارات مهمه قوي. بلاش تبقى فاقد الثقه في اولادك فبقى فاقدين الثقه في نفسهم، فلما يغلط بيبقى خايف يحكي. ادي له مساحه يعمل كل حاجه ويحكيها لك، ولو هو رايح بيشوف المباراه يشوفها، ولو عمل حاجه غلط وشاف غير المباراه يقول لك، ولو اصحابه بيعملوا حاجه غلط يحكيها. ورد فعلك دايما عقلاني، اخد ودي بدون ما اكون شديده وقلقانه، ما تخليش القلق والتوتر هو المسيطر. اللي عايز يعمل غلط مش انك انت منعاه يخرج، هو ده اللي هيمنعه. طيب الحاجه الثانيه، يخليه يروح يشوف المباراه. هو مش شجاع لانه بيخاف من العقاب وبيخاف من رد الفعل، ده معناه ان انت على طول فيكي رد فعل وصله للخوف. يبقى انا محتاج اعمل له ايه؟ انه يعمل اخطاء وما يكونش رد فعلك عنيف، فيبدا الخوف اللي جواه يقل منك. كان زمان بيبقى عقابك شديد وسريع، فبدا مع الوقت يقل العقاب، فبدا الطفل يغلط مره واثنين ويلاقي رد فعلك فيه احتواء، فيه استيعاب، ما يهمكش حاجه. دايما اديله مطمئنات كتير عشان هو محتاجها قوي، تمام؟ وبيكرر الغلط، اي طفل في الدنيا بيغلط وهيكرر الغلط وهيستمر يكرر الغلط، واحنا ككبار بنغلط، فما فيش مشكله انه يكرر الغلط، واحنا كمان نكرر معاه ايه انه ازاي ما يغلطش، تمام؟ وخلي عندك صبر اكتر شويه. وهيبقى شخصيه قويه ازاي؟ لو انت تعاملتي معاه باساليب صحيحه واهتمتي بمجموعه الانذارات اللي احنا بنقول عليها، وما تتعملش تماما وتبقى خط احمر فعلا. احنا ادينا النهارده 5 انذارات، وان شاء الله في الاربع الجاي ربنا يديني ويديكوا طولة العمر هندي 15 انذار في الحلقه، تمام؟ الانذارات دي هي الافعال الغلط اللي بنعملها في تربيه اولادنا المراهقين، ازاي احنا ما بناخدش بالنا وبنغلط. عشان وقت برنامجنا خلص، اتمنى اكون وفيت الجزء اللي قلته معاكم، ويكون استيعاب ويكون نصيحه لكل اب وام عشان يتعامل مع اولاده. وادعو الله عز وجل ان يكون وفقني معاكم ان اوصلها بطريقه بسيطه وسهله. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.